التصالح بمثابة ترخيص. أهلا وسهلا بكم متابعين القناة الكرام، معكم مصطفى بشير. طيب السؤال ده بيتسأل كتير قوي في الفترة الحالية، وخاصة الناس اللي هي بدأت تاخد نموذج رقم 10 في التصالح. طيب قبل ما نشوف بس تفاصيل الموضوع، وقبل ما نشوف إيه حكاية التصالح بمثابة ترخيص، وهل ينفع أبني بعد ما أخد نموذج رقم 10 حتى لو خارج الحيز ولا لا، تعالوا نشوف القناة بتاعتنا، واللي مشتركش يشترك ونعمل مشاركة للفيديو علشان تعم الفائدة. طيب تعالوا كده نتعرف مع بعضينا على التفاصيل. التصالح بمثابة ترخيص، الإسكان تنهي أكبر مشكلات مخالفات البناء. أصدرت المهندسة نفيسة هاشم رئيسة قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان ورئيس اللجنة المشكلة الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء خطابا موجها إلى سكرتير عام محافظة الشرقية ردا على الشكوى من المواطن أنهى التصالح في مخالفات البناء وحصل على نموذج رقم 10. واللي ما يعرفش نموذج رقم 10 ده، نموذج إنهاء التصالح بموافقة اللجنة أنه تم قبول طلب التصالح. طيب ونموذج رقم 11 ده معناه إنه هو لم يتم الموافقة على طلب التصالح، وده للتوضيح. طيب بعد سداده قيمة التصالح وفقا للقانون، ورفضت الوحدة المحلية التابعة له إصدار قرار باستكمال أعماله بحجة أنه خارج الحيز العمراني. طيب إيه قالت المهندسة الخاصة برد على أسئلة المواطنين أو اللجنة المشكلة الخاصة بالرد على المواطنين؟ بتقول أنه في حال صدور قرار من المحافظ المختص بقبول التصالح وتقنين الأوضاع بعد موافقة اللجان الفنية على الطلب وسداد قيمة تقنين الأوضاع، فيعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص منتج لجميع أثاره بالنسبة إلى الأعمال المخالفة القائمة محل طلب التصالح. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنت مجرد ما بتأخذ طلب نموذج رقم 10 من المحافظ ويتم الموافقة عليه من لجان التقنين، أنت كده أصبح معاك ترخيص ويمكن استكمال الأعمال بتاعتك حتى لو كان خارج الحيز. طيب أنا خلاص خلصت بالنموذج رقم 10، يعني أنا طلعت بالعمدان وسقفت بنموذج رقم 10 وعايز أعلي تاني أو أعمل دور أو دورين تعلية أو حسب الإنشاءات الجديدة إذا كنت في المدن. طيب ده حنشوف دلوقتي المهندسة معانا بتقول إيه. وأضاف الخطاب أنه في حالة الرغبة في إجراء أي أعمال لاحقة، يعني بعد ما تخلص تعلية أو تعديل أو تغيير استخدام أو غيره، فإنه يلزم التقدم بطلب الترخيص وفقاً لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وبما لا يخالف الاشتراطات البنائية والتخطيطية السارية. طبعاً إذا كنت في القرية حتتبع لقانون البناء الموحد 119، وإذا كنت في المدينة ستتبع إلى الاشتراطات الجديدة الخاصة بالمدن في الفترة الحالية. طيب يبقى خلاصة الموضوع بتاعنا، إذا تم استخراج نموذج رقم 10 لحضرتك وإنت لم تستكمل البناء يحق لك استكمال البناء، وإذا لم تستكمل البناء يحق لك، وإذا حبيت تعمل تعلية يحق لك أنك تقدم على ترخيص حتى إذا كنت خارج الحيز العمراني. طيب ده كان موضوعنا النهاردة، لأنه أنا السؤال ده اتسأل لي كثير، حبيت أعرضه على حضراتكم ونشوف تفاصيله بتقول إيه بالضبط. اللي معاه بعد كده أي سؤال أو أي استفسار يتفضل مشكورا يضعه في تعليق وأنا إن شاء الله أجاوب عليه. شكرا لحسن استماعكم، كان معكم مصطفى بشير. ما ننساش نعمل الاشتراك في القناة لو بتشاهدنا لأول مرة. شكرا مرة أخرى لحسن استماعكم.